بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، النهارده هوريكم حل اختبار تجربه على الباب الاول والثاني، شامل اسئله مهمه جدا من اسئله الوزاره الاسترشاديه. بنوريك فيه طريقه الحلول بشيء من التفصيل، وطريقة التعامل مع الاختبارات الإلكترونية على نفس النمط اللي هيجي لك في امتحان الترم على التاب إن شاء الله. وزي ما انت عارف طبعا السنة دي الامتحان هيكون في المدرسة وعلى التاب، واختر. بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين أصليين معتمدين لمادة الكيمياء، وبننبهك ان انت مفروض الاول عشان تختار الاختيار الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين. وطبعا مع كثرة التدريب على الاسئلة المتنوعة هتلاقي ان شاء الله الاسئلة دي في منها طبعا اسئلة هتلاقي قدامك او شبيه بيها في امتحان الترم. بص على طريقة الحل وحاول تحل الامتحان اكتر من مره، احنا عاملين لك فرصه ان انت تحل الاختبار اكتر من مره بحيث ان انت توصل للاجابه الصحيحه وتعرف اخطائك اول باول. متابعني باستمرار على قناه كيمياء كده، دي بسيط وسهل تستفيد منه. وهحاول اسيب لك في صندوق الوصف اختبار على الباب الاول طبعا، ايه خصوصا ولو عندك اي اسئله زي ما قلت لك ايه في صندوق الوصف او في التعليقات او على مدونة مستر اشرف الهادي الفريدة على بلوجر. وتابعني في البث المباشر وان شاء الله تستفيدوا، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر اشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء.